السلام عليكم. راح نكمل شرحنا بالويندوز فورم ابلكيشن لغة السي شارب. اليوم راح ناخذ بعض التولز اللي ممكن من خلالها نعرض انفورميشن معلومات. نفتح مشروع سي شارب هذا الشكل. راح اجي هنا مثلا انزل بوتن. اوكي، اول اداه للعرض راح استخدمها هي ليست فيو. اوكي، هاي ليست فيو هي اهم اداه للعرض. قبل لا اخذ ليست فيو، احنا اخذنا شنو؟ احنا اخذنا شيء اسمه كومبوكس، صح؟ وايضا عندي شيء اسمه ليست بوكس بهذا الشكل. هذا الليست بوكس ايضا اقدر اضيف بيه شنو؟ اضيف بيه ايتيمات، مثلا سي بلاس بلاس، مثلا جافا، سي شارب. اوكي، بهذا الشكل تنزل عندي. فاجي هنا مثلا اذا انفذ هسه بهذا الشكل، شوف اقدر اختار اي وحده من عندهم انا اختارها بكيفي. هذا الليست بوكس، هو شيء يعني بسيط جدا ومشابه الى الكوم بوكس. اوكي، لكن تكون عبارة عن ليست ظاهرة عندك وانت تختار الشيء اللي تريده او الايتم اللي تريده من هاي الليست بوكس. اوكي، زين. مثلا انا خل اجي اسوي في التنفيذ بسيط عليها، انه هنا اجي على البوتون راح اقول له اطبع لي مسج بوكس دوت شو، راح اقول له ليست بوكس دوت تكست اللي انا محدده. اوكي، هسه اجي انفذ. هسه اول شيء ما يطبع شيء، اجي هنا احدد الجافا وهذا الشكل يطبع عندي جافا، مثلا سي شارب يطبع عندي سي شارب، وهكذا. اوكي، وايضا انه انا ممكن اسوي بيها شنو؟ ريموف. انه هنا راح اجي اقول ايضا ليست بوكس دوت ايتم دوت ريموف. ريموف انمن للعنصر اللي انا مسوي له سيلكت، يعني تحديد. راح اقول ليست بوكس دوت سيلكت ايتم، سيلكتد ايتم. اوكي، نفذ. هسه اختار الجافا، اضغط راح تنحذف عندي الجافا، سي شارب اضغط تنحذف عندي السي شارب، وهكذا. اوكي، هذا شيء مبسط بالنسبه للليست بوكس. زين، اذا اردت اعرض بيانات اني معينه، نحذف هذا. قلنا اول اداه ناخذها هي الليست بوكس بهذا الشكل، او العفو ليست فيو، أداة العرض هاي الليست فيو. خليها هنا بهذا الشكل. طبعا الليست فيو هنا أقدر أضيف لها شنو؟ أقدر أضيف لها items وأقدر أضيف لها group، لكن بالوقت الحالي أنا راح أشتغل فقط على الايتم. وبعدين من نوصل يعني بالدروس الجاية إن شاء الله راح نعرف شلون نستخدم الكولومز. أوكي، ف الايتمز انا عندي طريقتين لاضافه الايتمز، يا اما بشكل يدوي بهذا من اضغط هنا واضيف الايتم اللي انا اريده. اوكي، او عن طريق شنو؟ او عن طريق الكود. عن طريق الكود انه انا راح اجي هنا مثلا على البوتون هذه، شو راح اقول له؟ راح اقول له مثلا من اضغط عليك راح ليست 1 ليست في 1 دوت ايتم دوت dot item items dot add. هنا ضيف لي مثلا كلمة hello. اوكي، طبعا اي شيء اقدر اضيفه لازم يكون من نوع سترينج، يعني اذا اريد مثلا اضيف رقم معين لازم يكون بين دبل كوتيشن، اذا متغير نوع سترينج لازم اقول له dot to string. اوكي، بس خل اجي انفذ هنا هسه فارزة منقوطة، نفذ وشوف شو راح يصير. هسه كل ما اضغط على هذا الزر راح يضيف هلو، اضغط يضيف هلو، وهكذا. شوف هاي كلها ايتمات راح يضيفها داخل هاي الليست فيو. كل ما اضغط راح يضيف عندي هلو، واقدر ايضا شنو؟ احدد عنصر معين واضغط هنا او اجيب زر ثاني مثلا وش يسوي لي؟ يسوي لي ريموف. فهسه راح اجي هنا امسح او اخليها مثل ما هو، اسوي بوتن ثاني
بهذا الشكل. هذا بتم وظيفته هو ريموف. اوكي، ايش راح اقول له؟ هذا راح اقول له list view dot items dot remove. اوكي، remove element للشيء اللي انا محدده. مثلا راح اقول له list view 1 dot select items. اوكي، بهذا الشكل. فهسه انا راح اجي، شنو الخطا اللي عندي؟ list view dot select items. اوكي، بس اعتقد اي اعتقد ليش؟ يعني لازم يكون عندي اقل شيء فد عنصرين مضيوفه بشكل يدوي. هنا اذا ما مسوي select هو ايش راح يضيف؟ مثلا راح اضيف هنا، راح اقول له اضيف لي هلو بهذا الشكل. هسه ضاف لي هلو. هسه اذا ارجع هنا هسه المفروض يشتغل عندي بدون اي مشكله. remove list view 1 dot select item of zero of zero. اوكي، هسه remove. بس اعتقد هذا الشيء هنا اعتراض عندي. ليش؟ لان انا اكو خاصيه، يعني قبل شيء من اني ما ضفت اذا مثلا شلت هاي الهلو على ديتنا وشلت هاي سويت لها ريموف هاي العنصر ورجعت على الكود هنا، هسه يعتقد عندي. هسه اذا شلت الاوف اندكس اوف زيرو يعتقد عندي هنا. ليش هاي يعتقد؟ لان اني عندي بالفورم مالتي. هسه اذا انفذ، خلينا نوقف هذا السطر. اذا انفذ هسه اضيف، اقدر احدد مثلا اكثر من ايتم. اوكي، لكن اذا رحت انا هنا ضغطت بهذا الشكل ورحت هنا على الخصائص، من ضمن الخصائص اكو شيء اسمه سيلكت، سيلكت مود او مالتي مود. هنا مالتي سيلكت يعني تحديد اكثر من عنصر. هنا هذا فاسوي هذا نام اشر عندي ترو، فانا ايش راح اسوي؟ راح اسوي فولس. اجي انفذ مره ثانيه هسه بهذا الشكل. شوف هسه عنصر واحد يحدد، ما يقبل يحدد اكثر من عنصر. اوكي، لو هذا لو هذا ما يقبل يحدد اكثر من عنصر، فهذا الشيء جدا مهم. اوكي، فهسه هنا اني لازم شنو اضيف لها؟ اوف زيرو وانفذ. هسه اجي اضيف قد ما اريد، مثلا قلت له إيه هاي ما قبل الاخير، حلو احذفها يحذفها وهكذا. شوف هسه من اضغط هنا كانما الاخير راح تنحذف عندك. شوف ليش؟ لان هي نفس كلها نفس الكلمات فما راح تبين، لكن بالحقيقه هو الان العنصر اللي انا احدده هو اللي راح ينحذف عندي. اوكي، زين، هذا كان بالنسبه للليست فيو، اداه جدا بسيطه اقدر اضيف عليها عناصر بشكل يدوي او باستخدام الكود. اوكي، نجي على الاداه الثانيه المهمه جدا اللي هي الداتا جريد فيو. الداتا جريد فيو اذا اجي انزلها بهذا الشكل هنا، شغلها يعتمد على رو وكولوم، صف وعمود. انه انا ما اقدر اضيف بها اذا انا ما عندي كولومات، ما اقدر اضيف بها معلومات الا مبدئيا لازم يكون عندي بها شنو؟ يكون بها كولومز. ايضا الكولومز هنا اقدر انا اضيفه بشكل يدوي او باستخدام الكود. فاذا اردت اضيف الكولومز بشكل يدوي اجي هنا اضغط بهذا الشكل، وايضا اد كولومز، اضافه كولومز. هنا الكولومز هو الاسم البرمجي مالته، وهنا الهيدر تكست هو الاسم راح يظهر به هذا الكولوم. فانا راح اقول له نيم، وهنا اخلي اسم البرمجي هو كولوم 1، اضغط اد راح ينضاف عندي هنا النيم. اوكي، واقدر هنا مثلا هذا الكولوم 2 هنا مثلا اسميه ستيج بهذا الشكل. اوكي، وهنا اخلي كولوم 2 اضغط اد وهكذا ينضاف عندي. واقدر ايضا خلينا نحذف هاي اللي سويناها باستخدام شنو؟ باستخدام الكود، انه خل اقول بالحدث مالت الفورمات راح ينضاف عندي كولومز. فاجي هنا افتح الحدث بهذا الشكل، راح اقول لها data grid view data grid view 1 dot columns
لومز اعتقد هذا الشكل دوت كولومز فيها خطأ دوت كولومز ابحث عليها هاي كولومز دوت اد اضافة هنا ايش راح اضيف اول شيء بين الاقواس هنا عندك شغلتين لازم نضيفهن اول شيء الاسم البرمجي للكولوم بعدين الاسم اللي راح يظهر الهيدر تكست فهنا مثلا راح اسميه CO1 هذا الاسم البرمجي والاسم اللي راح يظهر به هو النيم بهذا الشكل هسه اذا اجي هنا القاها فارغه انفذ واشوف راح ينضاف عندي النيم اوكي طبعا اقدر اتحكم بالعرض مالته اجي هنا ارجع مثلا شو راح اقول له data div1.columns اوكي اوف انطي index موقع هذا ضفته هو اول شيء اللي هو اوف الزيرو دوت الويدث العرض مالته مثلا راح اقول له 300 بهذا الشكل اوكي وانفذ واشوف شوف شو صار العرض مالت هذا الحقل اوكي واقدر انه ايضا اضيف حقول اخرى مثلا انسخ هذه واجي هنا لكن هذا راح يكون اوف ال1 اللي هو الحقل الثاني هنا مثلا راح اسميه ستيج اوكي نفذ شوف صار عندي نيم وصار عندي ايضا ستيج اوكي زين هسه انا ضفت شنو ضفت كولومات لكن احتاج شنو اضيف ايضا احتاج اضيف معلومات لهاي ستيجات صح زين راح اجي هنا اوظف زر هذا الزر الوظيفه مالته انه يضيف معلومات معينه دوت هنا ايش راح اضيف انا ما اضيف معلومات انا هنا حطيت شنو حطيت الكولومز فاحتاج اضيف شنو اضيف معلومات هاي المعلومات راح تنضاف على شكل شنو راح تنضاف على شكل غوص صفوف اوكي راح تنضاف معلومه هنا ومعلومه هنا عباره عن صف بالكامل اوكي فهنا ما راح اقول دوت كولوم لا هنا داتا جريد فيو 1 دوت غوص هنا راح يكون عندي دوت اد اضافه وتضيف القيم اللي تريدها انت مثلا راح اقول له محمد وهنا مثلا اقول له ثيرد اوكي واغلقها هسه هاي النيم راح ينطيها الاسم محمد راح ينطي لي النيم الحقل مالت النيم الثيرد راح ينطيها الحقل مالت الستيج اوكي ننفذ ونشوف هسه هنا هاي فارغه اضغط ضاف محمد ضاف ثيرد اضغط مره ثانيه ليضيف اوكي هسه اذا اجي اشوف هنا أنا. طبعا اني المربع الواحد شنو اسميه؟ اسميه سيلز خليه. المربع الواحد هو سيلز خليه. فهنا مثل ما نشوف السلكت مالتي هو عباره عن سيلز يحدد فقط خليه واحده. لكن انا اريد السلكت مالتي هو عباره عن فول رو. اوكي؟ وايضا اريد هاي الداتا جريد فيو هي ريد اونلي يعني للقراءه فقط يعني ما اقدر اعدل معلومات بكيفي واضيف. هذا الشيء غير مسموح فاجي هنا اوقف التنفيذ واروح على الديزاين اضغط هنا وعلى البروبرتيز مالت الداتا جريد فيو واروح على امر اسمه ريد اونلي هذا هو فولس راح اسويه شو راح اسوي ترو اوكي واروح على امر اخر هنا ايضا اسمه مالتي سيلكت هنا هو ترو اسويه فولس واروح على امر اخر ايضا اسمه سيلكشن مود هنا اشوف فقط خلية واحدة فراح اسوي شو راح اسوي فول رو سيلكت اوكي اجي انفذ هسه واشوف اضيف شوف هسه التحديد هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن فول رو وايضا ما اقدر اغير اي معلومة او احذفها هنا صار عندي ريد اونلي فقط اوكي وايضا هنا اقدر شنو؟ احذف مثل ما تعلمنا اسوي له ريموف بالزر الثاني اللي هو هذا راح اجي هنا اقول data.grid view dot
غوص الحذف مالتي هو عبارة عن غوص احذف صف كامل دوت ريموف. اوكي ريموف المن للداتا جريد فيو دوت داتا جريد فيو دوت روز دوت سيلكت دوت روز. ما راح يكون سيلكت عندي هنا 1.rows of 0. من اقول of 0 يعني اللي انا محدده. اوكي من اقول of 0 يعني اللي انا محدده. فهسه اذا انفذ واشوف اضيف هذا الشكل هسه هو اوتوماتيك محدد اول حقل. اضغط هنا حذف لي اجي احدد هاي بهذا الشكل هنا بنطيها حذف يحذف لي اياها وهكذا. اوكي هذا بالنسبة كان للحذف وللإضافة داخل Data Grid View. وأقدر هنا أيضا أنطيها قيم منين من Text Box. أوكي أنه هنا راح أجيب أنا أوقف التنفيذ على Design أنزل Text Box معين هنا ها Text Box بهذا الشكل أكبر الحجم مالته شوية معش. أوكي هذا Text Box وأجيب هنا مثلا ليست بوكس. اوكي هذا الليست بوكس راح يكون به نضيف له ايتمات فيرست هنا وسكند وثيرد خلينا نقول فقط ثلاثه فقط هاي الثلاثه. اوكي وهنا عندي اسم معين فهنا شو راح اقول له بالبوتون ما راح يضيف بكيفه ايش لا راح اقول له داتا جريد فيو 1 دوت راوز دوت اد. افتح القوس مالتي هنا وراح اقول له تكست بوكس 1 دوت تكست دوت تو سترينج. اوكي والاقواس ما انساها هنا وايضا ايش راح اضيف له؟ راح اضيف له ايضا الليست بوكس دوت تكست دوت تو سترينج هذا الشكل. بس احنا بدنا نشوفها يمكن احنا تنضاف احنا بهذا الشكل نصغرها شويه. اوكي هسه تمام هسه راح اقول له بالحقل الاول ضيف لي النص الموجود عندك وين بالتكست بوكس 1 وبالحقل الثاني ضيف لي ان النص راح تاخذه من الليست بوكس. اوكي وراها شو تسوي؟ وراها بس نضف لي تكست بوكس دوت ريسيت 1 دوت ريسيت تكست بهذا الشكل نفذ. زين راح اجي هسه هنا راح اقول محمد هنا راح اقول له سكند بوتون ضاف محمد وسكند. راح اجي هنا مثلا اقول له علي اقول له ثيرد اضيف لي مثلا راح اجي اقول له كريم هنا اقول له مثلا فيرست اضيف لي اياه. اوكي مثلا حبيت احذف علي احدده بهذا الشكل واضغط ريموف هنا راح يظهر عندي الخطا اللي انا قاعد فيه انه انا هنا اذا ارجع ايش قلت له وينه حذف ايهاد ريموف احذف لي دائما اول غو هنا لا لازم اقول له شنو دوت ريموف ات المن للداتا جريد فيو دوت سيلكت راوز سيلكت راوز دوت صيغ دوت اندكس مو اتذكر دوت خليه اوف زيرو هنا دوت اندكس اي نعم يعني سيلكت راو اوف زيرو لازم هنا يكون عندي دوت اندكس يعني اول اوف زيرو اوكي لكن انت محدد لازم. اوكي فأني قبل شوية كنت أقول له rows of zero فقط هنا لا لازم أقول له rows of zero بس يا rows of zero select اللي أنت محدد لازم هو راح شنو ينحذف عندك. فهسه إذا أجي أضغط هنا وأشوف مثلا أجي هنا أضيف محمد first وأضيف علي وثيرد أجي أريد أحذف علي أضغط هنا ينحذف عندي علي بهذا الشكل. اوكي اخر اداة راح ناخذها اليوم
اللي هي أداة التايمر. نحذف هذا كل الشغل مالتنا بس نوقف التنفيذ. اوكي هذا كله نحذفه. اجي هنا هذا كله يحذف عندي، وايضا هذا الشكل سيرجع يظهر عندي خطأ واحد اعالجه. اعتقد اللود هو السبب عندي. اللود بقي اللود احذف هاي بهذا الشكل. اللود بس فقط. اوكي ايضا بقى عندي الخطأ. زين اوكي يس اوكي اريد امسح اللود. اوكي ماكو مشكلة. زين راح اجي هنا شو راح اضيف؟ اضيف ليبل مبدئيا. ليبل التايمر له استخدامات عديدة. اوكي راح اشرح مثال بسيط عليه بهذا الدرس، وان شاء الله بالدرس الجاي نشرح عليه امثلة هواي. زين مبدئيا خليني اجيب تايمر اني واشوف شلون انا اتعامل وياه. اوكي ينزل هنا بهذا الشكل. طبعا من اضغط على التايمر هنا راح اشوف هنا الخصائص مالته بهذا الشكل. من ضمن الخصائص مالته اكو شيء اسمه الانيبل اللي هو التفعيل مالته سواء كان ترو او فولس. اوكي وعندي شيء شنو يسموه الانترفل. الانترفل والرقم مالته هذا هو شنو؟ هو هذا الرقم يمثل لي الجزء من الثانية. زين ايش قد الرقم اللي يمثل لي الثانية؟ الانترفل اذا كان الف يمثل لي 1 سكند 1 سكند ثانية واحدة. اوكي لكن من اقول 100 هو جزء من الثانية. اوكي هنا دائما الانيبل مالته نخليه ترو. اوكي زين قبل لا اجي هسه انفذ بالتايمر واشتغل بيه راح اجي هنا هذا ليبل. اوكي افرغه من التكست اللي بيه ليبل عادي مثل ما اخذناه. وين الليبل 1 هذا النيم هذا التكست افرغه بهذا الشكل. اوكي راح اجي هنا اروح على الحدث مالت اللود مالتي هنا. شو راح اقول له؟ اريد اعرض بهذا الليبل الوقت والتاريخ مالتي. فراح هنا شو راح اقول له؟ راح اقول له ليبل 1 دوت تكست شو يساوي لي؟ ديتا اكو امر ديتا واحدة مو ديتا تايم هنا دوت ناو يعني التاريخ الحالي لكن وياها دوت بدون اقواس دوت تو سترينج هذا الشكل. اوكي نفذ واشوف. هسه انا الوقت مال الحاسبة مالتي هنا بالـ7:42 فهو اخذ هذا الوقت بالـ7:42 9:20 بي ام وبالاضافة الى التاريخ اغطى هنا. اوكي زين اذا انا اريد اخلي هسه اذا حدث مرة ثانية اوقف الحاسبة اوقف التاريخ وانتظر يصير التاريخ مالتي 43 تمام على مود شنو؟ على مود يظهر عندي التاريخ من جديد مثل ما هو. شوف هسه 43 انفذ راح يقرا التاريخ يصير 43:03. اوكي زين اذا اردت اخليه على شكل ساعة ظاهرة والوقت مالتي مستمر بالتفعيل مالته انه يتغير بدون ما ارجع اعيد التنفيذ، لا طول ما هو مشتغل هو اوكي راح يستمر الوقت مالتي ويتغير اوتوماتيك بدون ما اني شنو؟ بدون ما اني اوقف التنفيذ واشغله مره ثانيه على مود يقرا التاريخ من جديد مره ثانيه. فهنا راح استخدم التايمر بهاي الشغله البسيطه. اوكي؟ وان شاء الله بالدرس الجاي نوضح استخداماته اهم بهواي بالنسبه للتايمر. فهنا هسه راح اجي افتح الحدث مالت التايمر اللي هو التيك. شو راح يصير بي هذا الحدث؟ راح اقول له هنا اريدك ليبل 1 دوت هذا راح انسخه مثل ما هو. كل شويه حدث لي كل شويه حدث لي. اوكي باللود ما راح اسوي شيء مبدئيا باللود كل شيء ما راح اسوي. راح اجيب ازرار 2 هنا
ازرار اثنين بهذا الشكل. هذا الزر الاول وهذا الزر الثاني. واحد راح اسميه هنا اون، واحد اسميه اوف. اون واوف. زين، الاون ايش راح يصير لي؟ الاون راح يقول، راح يشغل لي التايمر. التايمر عندي بيستارت وعندي بيستوب. فهنا تايمر 1 دوت ستارت شغل لي اياه. اوكي، اما بالاوف يسوي له ايقاف، راح يقول له تايمر 1 دوت ستوب. اوكي، نفذ وشوف. هسه هنا اذا اجي، او خلينا نفعل التفعيل مالتي هنا، اسس ستارت وستوب. اوكي، هنا خلينا نقول مبدئيا باللود التايمر مالتي دوت ستوب متوقف بهذا الشكل. نفذ لي اياه. هسه متوقف هو التايمر مالتي. اضغط اون يظهر ويشتغل. شوف الثواني تعد ويغيرها. اوكي، يستمر اذا انتظر شويه راح يظل يعد ويغير لي هنا ال 45 دقيقه الى شنو؟ الى 46. اوكي، ويستمر يستمر لان انا هسه التايمر مالتي شنو؟ مشتغل. اوكي، هسه خلينا ننتظر شويه. هسه يغير لي هنا. مثل هسه نشوف راح يتغير عندي الى 46. اوكي، غير لي اياها. راح اجي هنا انطي اوف يوقفها مثل ما هي وين ما وصلت. انطي اون، شوف هسه ما حد من اثنين، لا وين ما وصلت الثواني يشتغل. هسه شوف وصلت 11 الثانية، كملها اوقفها مثلا هسه على 14، انتظر شوية ممكن لل 20. اوكي، ياخذ اخر ثانية موجودة عنده يعني من تاريخ اللابتوب راح يقراه ويكمل. هسه انفذ، شوف من 26 كمل. فهاي من اهم فوائد التايمر، انه هذا التايمر مشتغل انه يحدث لي معلومات كل شويه. طول ما هو مشتغل يستمر مشتغل، ياخذ لي معلومات كل شويه جديده ويحدثها. اوكي زين، شلون اعرف التحديث شلون يصير؟ اذا ارجع هسه اوقف التنفيذ بهذا الشكل واجي هنا على خصائص التايمر، شوف راح اخليه هنا انيبل، راح اخليه 2000، يعني كل ثانيتين يحدث. نفذ وشوف. هسه شوف اون، هسه شوف 5 7 9، شوف كل ثانيتين يلا يحدث 11. زين، وقفه، ارجع هنا سوي 5000، هنا كل 5 ثواني يلا يحدث. اوكي، هسه شوف، هسه راح يظهر عندي و 5 ثواني اول تحديث له 27. هسه المفروض النوب الى وين؟ الى حد 32. هسه شوف يظهر قبل 32، كل 5 ثواني حدث عندي، كل 5 ثواني يحدث وهكذا. اوكي، هسه 37، هسه وراها النوب 42. اوكي، فانا اقدر اتحكم بالثواني اللي يصير بيها تحديث معلومات، سواء كان على التاريخ او اي، او يعني اي بروسس ثاني. مثلا هنا خلينا نقول راح اخليه مثلا 50، اللي هو جزء بسيط حيل من الثانية. اوكي، بس اظهر قبل قطار عندي ويشتغل بدون اي مشكلة. هذا كان شرح مبسط عن ادوات عرض البيانات بالاضافة الى التايمر.